بإذن الله، ونبتدي مع بعض نهار جديد ويوم جديد كده متفائلين مبتسمين. عندنا مشاكل، أيوة عندنا مشاكل كتير، هنحل جزء منها يمكن معاكم النهاردة على قد ما نقدر. لو مشكلة واحدة بس بننجح في حلها أكيد بيكون أسعد يوم في حياتنا. هكون معاكم أنا النهاردة أسماء مصطفى، ومعايا خالد عليش. صباح الفل، صباح الفل، صباح الخير على كل مشاهدي النهار وانو نهار اليوم. زي ما قالت اسماء، يعني صباحكم زي الفل كده ويومكم جميل ان شاء الله. نبتدي اليوم كده ايه بفرفشه وصحصحه. انا عايزه رقم التليفون، يلا بينا كلمونا عليه كده، وهاشتاج نهار جديد والفان بيج، كل الحاجات دي عشان نتواصل مع بعضينا طول وقت الحلقه. صح صح. امبارح عايزه اقول لك حاجه كده. قولي لي. كنت امبارح كان رئيس سلوفانيا بي بي بيزور مصر. أوكي. وقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي الصبح، وعملوا جلسه بحثات ثنائيه، وكانت الحاجه جميله جدا. ودي حلو. بلد ان احنا عارفين انها لسه يعني اعلنت استقلالها من 25 سنه تقريبا، وهي في اوروبا الشرقيه وكده. وبعدين راح زار مسرح الهناجر، ودخل القاعه بتاعه الهناجر للفنون عشان بيعرضوا الفنان اللي عندهم اللي هو اسمه انطوان. طبعا بنى حاجات كتير جدا. أوكي. تدخل المعرض كله صور تحف معماريه من مصر. لا ثانيه واحده، يعني هو المعرض عندنا في مسرح الهناجر. مسرح الهناجر في والمصور اللي هو السلوفيني ده. أوكي. اختار اللقطات اللي هي كلها للاعمال الفنيه لانطوان ده لما كان موجود في مصر، وشارك في حاجات كتير جدا من وقت الخديوي اسماعيل. فكل التاريخ اللي ليه علاقه بالفن المعماري جاي من عند راجل السلوفيني ده ومصري. طب حلو قوي. فده كانت من الحاجات اللي ده حاجه جميله جدا، ان انت تلاقي ان الناس تاريخهم، تاريخ الفن جزء من تاريخ الفن بتاعهم هو مصر. يعني هو مصر، هو تاريخهم ان هم جوه مصر. طبعا هم اتكلم كلام يعني لطيف جدا، والعلاقات القويه وكده، بس انت بتبقى واقف بتحس انه دوله بتتكلم عن جزء من تاريخها الفني، وهو جزء من التاريخ الكبير اللي عندهم. اصلا احنا الجزء المصري هو جزء مهم جدا في التاريخ بتاعهم. فدي قد ايه حاجه، يعني على الاقل بتخلينا احنا فخورين كده بالتاريخ المصري. مش ده بس، حاجات كتير يعني، وحاجات كتيره طبعا، بس دي حاجه. احنا بنتكلم على حاجه صغيره، تتكلم على التاريخ. الراجل ده فنان مشهور معروف، فجزء من تاريخه وجزء من الحضاره اللي هم بيحاولوا يكونوها بالزبط. هي الحضاره المصريه والتاريخ المصري، فيا ريت احنا نستفيد بالحضاره. انا يعني بصراحه مبسوطه، بغض النظر عن ان احنا طبعا بنروج للسياحه بشكل سيء جدا، ولكن ليه؟ لا في حملات دلوقتي لطيفه والله. ما هو خالد، المشكله مش مشكله الحملات بس، يعني هل هو ده اللي هيرجع السياحه، موضوع الحملات اللي احنا بنقوم بيها بس؟ لا مش هو ده بس انا شايف قبل كده كنا بنكلم السياح بالعربي. يعني اللي هو ايه، مصر امنه، تعالى زوروها وبتاع مش عارف ايه. لا ما انت بتتكلم على ده، ما هو ده انا اقول احنا اتكلمنا قبل كده على موضوع الحاجات، حملات بالانجليزي وبتاع. لا احنا اتكلمنا على موضوع الابلكيشن بتاع يعني اللي هو البديل لبوكينج، ولحد دلوقتي ما حدش عمله. ما هو مش بس الابلكيشن بس، في دلوقتي شركه اعلانات كبيره جدا موجوده في مصر، شركه عالميه وموجوده في مصر، خدت مناقصه اللي هي بتاعت ذيس از ايجيبت، اللي هي حمله ذيس از ايجيبت، وشغاله كويس. يعني بداوا يعملوا اعلانات لطيفه، اعلانات معموله باللغه الانجليزيه، بداوا يتحط اعلانات لمصر للسياحه المصريه، موجوده على المترو مش عارف في ايطاليا وفي لندن كمان. وفي لندن يعني بدانا نبقى موجود، بدانا مش هو ده، بدانا مش هو ده، مش احسن هو حاجه طبعا. ما هو طبيعي مش يعني هيحصل 100%. طب في جزء برضو من الرساله بتاعه ترويج السياحه اللي هي انهي واحده؟ الفن. الفن الفن جدا. الكوميديا جدا. السينما معاه جد. طب رد بقى، مش انت فنان؟ انت شايفه ان احنا السينما بتاعتنا متقدمه اليومين دول؟ يعني للاسف مهرجان القاهره السينمائي مثلا، لا لا بلاش، بحضور باهت جدا. انا كلمه يعني لا دي معلقه عندي على طول من كتر الاعتراض. يعني مثلا مهرجان القاهره السينمائي ده كان واحد من المحافل الدوليه اللي بتتعمل طبعا، علشان انت جزء فعلا من السياحه بتاعتك، ان انت بيجي لك مثلا ممثل اجنبي، امريكاني، روسي، سلفاني، يوغوسلافي، ايا كان، بيجي لك هنا ويجي يحضر مثلا في السينما، فبيتصور صوره، فالصحافه المحليه بتاعته بتكتب عنه ان الراجل ده كان موجود في مصر، بيروح يزور الهرم فبيتصور جنب الهرم، بيكتب بوست على السوشيال بوست ميديا، انا والله زرت المكان الفلاني، ده مكان لطيف جدا، قد ايه مصر دي جميله. الراجل ده مثلا في 100,000 بيحبوه، على الاقل من ال 100,000 في 10 هيفكروا يجوا، في 1000 هيجوا. فدول جم فعلا عملوا لك سياحه، لان الراجل ده محبوب ليهم. يعني احنا بنتابع نجوم اجانب كتير جدا، بنتابع نجوم مصريين. النهارده كمان عايزين نقول رئيس سلوفينيا هيجري في الهرم. طب هو حلو، طلب وقال انا عايز اجري
في الهرم، هو بيحب الرياضة جدا. أوكي. فقال ان انا عايز انزل اجري حوالين الـ الـ الاهرامات. نفضيله الهرم يا باشا، نفضيله الهرم. ينفع، ايه المشكلة يعني؟ لا هينزل بدري ما تقلقش، مش هعطل رحلات ان شاء الله. وبعدين نزل اساسا وجري يعني خلاص، هتبقى العملية برضو هو الرئيس السلوفاني، فهتبقى العملية يعني منظمة شوية. لا 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 اكيد يعني اكيد، بس انت بتتكلم مثلا لما تروح هناك منطقة الاهرامات بكل اللي عندنا ده، اللي هو الناس بقى بتيجي من بره يقول لك انا لازم اشوف الهرم، ما زالت منطقة نزلة السمان دي كارثة. انا رحت ركبت خيل هناك، ما هو انا برضو جامدة جدا والله. لا بس انا ما بكلمش على انها مش جامدة، انا بكلم انها حلوة جدا. ايوه كارثة ان هي جامدة جدا يعني. لا كارثة انها محتاجة نظافة، محتاجة بس حاجة بسيطة، منطقة محتاجة شغل كتير، محتاجة بس لا على فكرة هي مش محتاجة شغل كتير، او ممكن عادي تفضل بنفس لانها خلاص يعني خلاص ده جزء من الشكل، لكن ممكن يحصل شوية تطوير في الطريق، ممكن يحصل شوية تطوير في يعني يحصل نظافة المخلفات اللي موجودة بتاعت اسطبلات الخيل دي تتشال بسرعة، حاجات بسيطة جدا على فكرة ممكن تتعمل، مش محتاجة تكلفة فلوس عالية ولا اي حاجة. اتليست الناس بتوع يعني اقل حاجة، الناس اللي هم عندهم اسطبلات الخيول هناك، ده على فكرة ده المفروض مش لازم يكون مجهود دولة ولا مجهود محافظة، انت شخص بتستخدم مكان سيبه نظيف، استثمر فيه بقى ان انت علشان يجي لك السائح ما يبقاش يعني متضايق وحاسس ان الريحه هناك مش عارفه عامله ازاي وكده. لا بس ده جزء من الحاله نفسها يعني الخيل كده وريحه الخيل، ماشي ريحه الخيل حاجه وان يبقى الرواث بتاع الخيل في الارض حاجه ثانيه، دي حاجه بتبقى جميله حلوه ماشي، بس المفروض ان ده على فكره ده مسؤوليه عليك، زي ما حصل كده ان محافظه القاهره طلع قرار وقال لك كل واحد صاحب محل لازم يكون ملتزم بانه يحط سله مهملات قدام المحل بتاعه. هو احنا دايما بنقول لو كل واحد التزم بشغله لازم كل واحد يعمل اللي عليه، المجال بتاعه بالظبط، عمل اللي عليه كل حاجه هتبقى 100 100. وانت لما بتنظف قدام بيتكم محدش بيقول لي نظف، انت بتنظف بمزاجك علشان انت تبقى انت شايف منظر كويس بالزبط. علشان لما يجي لك ضيف بعد كده، الضيف ده ممكن يكون ضيف لما بتلاقي سكان عماره كل يوم بيقسموا على بعض مين فيهم هيمسح السلم فيها مشكله دي؟ لا ما فيهاش مشكله خالص. لما مثلا بتلاقي 2 3 جيران كل واحد بيتفق ان هم هينضفوا النهارده حوش البيت ويمشوا كده بجدول ده فيها مشكله؟ مين بقى يعمل كده دلوقتي؟ ده كان زمان. لا في ناس بتعمل كده لحد دلوقتي، نتمنى والله ان ده مش بس يبقى ناس قليله بتعمل كده دلوقتي، يبقى ناس كتير اكتر. لو انت جبت زرعه ريحان ب2 جنيه شتله كده حاططها قدام باب البيت فيها مشكله؟ لا بس بتدبل، انا عمري ما زرعت ريحان وكمل. لا معلش الله اكبر، انا زرع ريحان كتير جدا يا زيتي ما شاء الله ربنا يعني. بس يعني لا بس عايز اقول لك على حاجه، اصل الزرع ده عايز مزاج وعايز رعايه. اوكي، واحنا لا عندنا مزاج ولا عندنا رعايه. ما عندكش مزاج الا قل مزاجك. ما عندي مشغوليات تانية يعني، هقعد ازرع يا سلام يعني الدقيقتين تلاتة اللي انت هتدخل فيهم تبص على الزرعه وتسقيها هو ده اللي خد كل مسؤولياتك وقل مزاجك والكلام ده؟ انت عارف الشتله دي بكام؟ ده انت ممكن لو خدت من اي واحد. انا فكره، انا دايما فكره ان انا اتشغل بحاجه علشان ابقى مخلي بالي منها دي مش حاجه سهله. ملوكه. طب استنى ناخد ملك. ملك يا ملك. ازيك يا دكتور اسماء؟ ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. عامله ايه يا ملكه؟ ما رحتيش المدرسه النهارده ولا ايه؟ ينفع كده؟ لا ما رحتش. ليه؟ كنت النهارده راحت عليا نومه. راحت عليكي نومه؟ كنت سهرانه ولا ايه بالليل يا ملك؟ ليه يا حبيبتي بتعملي ايه؟ لا عايزه اعرف. عشان كان اخويا تعبان. الف سلامه يا ملك والله. الف سلامه. ان شاء الله العدوين يا رب. ربنا ان شاء الله يقوم بالسلامه يا ملك باذن الله يا حبيبتي. عايزه تقولي لنا حاجه النهارده يعني تصبحي علينا تقولي لنا حاجه معينه؟ لا شوف. طب ملك استني طمنيني على حاجه، اخبار اسكندريه في السقعه ايه؟ كانت حبيبه بتتكلم من يومين كده كنت شايفاها، بس الحمد لله يعني الشوارع مش مقفوله يعني. اسكندريه جامده جدا. بيقولوا محدش ينزل من البيت عشان هتبقى الحراره 11. لا انا بتكلم على المطره، المطر لما الدنيا مطرت شوارع اسكندريه عامله ايه؟ كويسه ولا بعد الشر زي السنه اللي فاتت؟ لا كويسه. طب الحمد لله ربنا يخليك. المطره دي كانت خفيفه. ربنا يخليك يا ملك يا رب ويشفي اخوك وسلمي لي. شكرا يا ملك كتير جدا عليه يا رب. طب انا عايز بخصوص السياحه رجعك تاني لقصه السينما وتحديدا بعض الافلام اللي كانت بتتعمل على التيمه بتاعه النسيان. التيمه بتاعه النسيان؟ لان انت عارف احنا بنشتغل على دايما على مثلا حاجه، فكره النسيان، فكره ان حد بينسى.
النسيان ده كويس عليك. النسيان ده نعمه من عند ربنا. لا ده 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 دي جمله بتتقال. النسيان نعمه لما بتنسي مثلا حاجه وحشه حصلت لك مثلا معين فبتنسي. لكن في العادي النسيان دي حاجه يعني ربنا يبعدنا عنها. انت تقصد الزهايمر يعني. الزهايمر لما بيتحول لمرض فدي حاجه يا رب نبعدنا عنها. يا رب يا رب. بس لما بتتاخد بشكل كوميدي ظريف يعني. اللي هو يقول لك انت عندك ذاكره السمكه بس. ايوه بالظبط كده. فاكره الفنان عادل امام في فيلم الزهايمر ده كان بس ده كان مشهد صعب قوي ده بلاش منه اللي هو انهي ده داغر لا بلاش مش ناقصه تاثير لا لا عايزين حاجه ساعة لقلبك كده ساعة لقلبك كان بيشو لما كان بيقعد ينسى يعني لو دي فاكر موجودة فاكر حلوة. لا انا كان عندي بقى حاجه تانية كانت جميله جدا بعشقها امنيه حياتي كانت امبارح عماله اتفرج كده على لقطات قديمه انها تتعرض تاني عارف فاكر عادات وتقاليد لا سنه كام دي سنه كام ازاي مش فاكر عادات وتقاليد اقسم بالله ما اعرف اقسم بالله مولاي ولا انت لا انتوا لازم تروحوا ايه عادات وتقاليد ده قرار ده تلفزيون ولا راديو حد ما يعرفش مين عادات وتقاليد ده تلفزيون ولا راديو بس بهزر يا ده ايه ده تلفزيون ولا راديو تلفزيون وراديو ده سنه كام سنه زمان ايوه سنه زمان دي ما بتحتمل حاجات كتير انت ما تعرفوش عليه حسن لا ده انتوا انت كده معناه ان انت بتقولي لنفسك ان انت من جيل تاني غيرنا كلنا لا على فكره مين اللي قال ان انا ثانيه واحده مين اللي قال ان انا من جيل تاني واحنا عارفين اعمار بعض وعارفين ان انا من نفس الجيل ماشي ما هو نفس الجيل فين بقى احنا كلنا مش فاكرين انا بكلمك على 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 ثقافه على تراث على تاريخ فن مصري عادات وتقاليد انا بصراحه ما اعرفش في حد ما يعرفش عائله راتب عادات وتقاليد في حد ما يعرفش عائلة راتب في فنانة القديرة الجميلة عائلة راتب في حد ما شافش فيلم عائلة زيزي انا شفت عائلة زيزي ماشي مين كانت والدة زيزي عارفه ماشي مين كانت والدة زيزي ما انا ما شفتش بقى عادات وتقاليد أوكي. وعلى رأي المثل ده كان كوميديا جدا طبعا وكان تراث فني جدا وكانوا بيقعدوا يتكلموا على العادات والتقاليد والامثال كان بيدي لا انا فاكر لا انا محتاج انا فاكر أدرس. مسلسل ساكن قصادي ده ساكن قصادي ده كان ده كان عادات وتقاليد برضو الظريف لا ده كان طبعا الله يرحمها طبعا سناء جميل ربنا يديها طبعا ده عادات وتقاليد من 72 كم يا ابني قول 1972 ايوه كانت اسماء صغيره لا ما كنتش اتولدت اصلا بس انت حضرتي التسجيل بتاعه يعني حضرته في عادات واتفرجت عليه يعني قعد لحد مثلا نقدر نقول اواخر الثمانينات كان احيانا بيبقى فيه على التلفزيون المصري عاده للمسلسلات القديمه أوكي. يعني تعرف مسلسل اسمه الضحيه لا طبعا مين اللي عمله الضحيه ما انا بقولك معرفوش هعرف مين اللي عمله اكيد الضحيه حد يعرف مسلسل الضحيه يا جدعان الضحيه هو البطل مسلسل الضحيه ما كانش على الراديو كان على التلفزيون مسلسل الضحيه الاسمر احمد زكي لا نور الشريف لا محمود عبد العزيز استاذنا الكبير صلاح السعداني طبعا 1964 صح يا علي 1964 وكان طبعا في عبد الله غيث طبعا كوكب ده كان برنامج ولا مسلسل لا مسلسل أوكي. كان اسمه الضحيه وكان مسلسل مشهور جدا لا انا فاكر وسميره محسن وسعيد لا انا فاكر مسلسل كل دول طبعا فنانين عظماء طبعا وكبار العم صلاح السعداني طبعا كان اللي هو مع سماح انور صباح الفل طبعا لعمنا صلاح السعداني ربنا يديلك الصحه والعمر وبنصبح عليك صباح صباح الفل طبعا بنصبح عليك لانه الفل. طبعا الفتره دي عايزه اقول لك اروع تاريخ يعني في رايي انا الشخصي دراما مصريه كانت بتلم كل الناس صح. فيها الكوميديا وفيها الجزء المؤثر اللي انت بتقول عليه فيها كل الحاجات دي كلها بس كانت بتتجمع تحس انها دراما لسه امبارح كمان كنا بنتكلم على يوميات ونيس بطل ويوميات ونيس كانت معاك كريم امبارح بس انا كمان بقول لك ما قبل بقى الحاجات دي انت بتتكلمي على الستينات والسبعينات بس انت شفتي الاعداد بتاعتها انا شفت الاعداد بتاعتها لان احنا كنا مهتمين ليه قلم انت دلوقتي قعدت تقول ايه جمله على فكره انت خدتها احنا خدناها بهزار بس هي بجد دي حقيقه انت قلت ايه هو انت كنت من الجيل ده لا انا ما كنتش من الجيل ده بس فكره الاعاده بتربط الجيل اللي فات باللي قبليه فبتخلي
بس المشكله بقى احنا لما كنا بنتكلم مثلا ربط امبارح لذاكره ال في حاجات بتتعاد بس ما بقتش ماشيه مع الكواليتي اللي موجوده دلوقتي، ما بقتش ماشيه مع فكره جوده الصوره اللي موجوده دلوقتي، فبقت الناس بتبعد عنها. انا اعترض ليه بقى؟ لان انت لو بصيت مثلا في اوروبا وفي امريكا هتلاقي ممكن يجيبوا مثلا مشهد لفيلم لشارلي شابلن كان من غير صوت اصلا وقت ما كانش فيه صوت، وبيظبطوا الفيلم وبيرجعوه من الاول وبيتعرض، وده بتبقى من الحاجات النادره جدا وبيعمل نسبه مشاهده عاليه جدا. ما فيش حاجه يعني انت عندك حق، يعني مثلا التلفزيون الانجليزي من ساعه ما بدا هو لغايه دلوقتي عمال بيعيد في التلفزيون الانجليزي. هو التلفزيون الانجليزي اصلا بيعمل حاجه جديده واحد؟ لا هو بيعملوا حاجات جديده، لا يعني طبعا. بس لا بس بس عايز اقول لك على حاجه، بتكلم على الشبكات الخاصه بالتلفزيون الانجليزي. الشبكات الخاصه وبريطانيا على وجه التحديد اكتر دوله لحد دلوقتي، ما انت عارفه بريطانيا مثلا على سبيل المثال ما فيهاش دستور. اوكي تمام، بس هم اكتر دوله متمسكين بفكره العادات والتقاليد والاعراف اللي هم بيمشوا على مدار السنين. لا في كل المقصود حاجة. ان هم بيرجعوا دايما فعلا البرامج بتاعتهم القديمه، بيقعدوا كل الحاجات القديمه برغم ان هو عنده بقى تطور غير رهيب طبيعي رهيب، واستديوهات لندن واحنا بنقعد نقول جايبين كاميرات من لندن واستديوهات لندن ومش عارفه، تطور غير طبيعي، بس هو بيحافظ على ده وبيحافظ على ده. عارف ليه بقى؟ عشان يعمل ربط القديم بالجديد ويفضل دايما محافظ على. طيب انا هسالك سؤال، خلينا نقول مثلا مسلسل من المسلسلات شاهد الدموع كان سنه كام؟ انا هفتكر انا الحاجات دي منين؟ انا عارف شاهد الدموع بس مش هفتكر انا سنه كام. طب عيلة الدغري، شفت عيلة الدغري؟ عيلة الدغري؟ اه انا اعرف على السكه. ما تعرفش عيلة الدغري؟ لكن عيلة الدغري معرفه. ما تعرفش عيلة الدغري؟ والله ما اعرفها، اقسم بالله ما اعرفها. انا عايز جزمه يا مصطفى. لا انا اعرف عيلة شلش. عارفه عيلة شلش؟ اه عارفاه طبعا. ده ولا لا يرحمه طبعا. فخلينا نتخيل مثلا نجمه الكبيره ليلى طاهر، ده انا اللي هشتغل، ده انا اللي همثل بعد كده يا ستي. مثلي انا هحفظ 84 صح يعني سنه 84 الشهد والدموع. عيلة شلش عيلة لا انت عيلة الدغري انت بتتكلم على ايه؟ شهد والدموع. طبعا انا طيب. بقى يعني فاكر كان مين بقى شهد والدموع؟ كان شهد والدموع. مين الشهد والدموع؟ واحده شو اسمها شهد وكان في برافو عليك يوسف شعبان. طبعا الفنان القدير يوسف شعبان وكان قدير عفاف شعيب وعبد المنعم ابراهيم في الجزء الاولاني. طبعا لا الجزء الثاني مش مهم، يعني المهم كان حضر جزء يعني يعني هو كان راجل حضر جزء برضه. على فكره انا ممكن اعمل برنامج من سن 5 لسن 105. الله عليك الله عليك الله عليك. هو بس احنا بنتكلم ذاكره. انا بس ثبتوه دلوقتي قلنا ده ان احنا بنشحن الذاكره تاني. ماشي بنحاول نسترجع الذكريات بالظبط اللي انا اصلا مش فاكرها. يعني انا فكرتك اهو، ما انا مش موجود. وديتك شويه معلومات تاريخيه كويسه. انا شاهد الدموع ما عداش يعني طبعا سمعت عنه بس ما عداش عليا. ليه كان في الفنان خالد زكي؟ ماشي يا ستي بس انا فنان القدير محمود الجندي طبعا محافظ الالقاب للجميع. انا ساعتها انا ما ليلى حماده فنانة قديرة نوالة بالفتوح. الفنانة ليلى حمادة كانت فيه؟ اه والله. طب كويس. ورجاء حسين ونبيل طبعا الفنان الكبير نبيل دسوقي ومحمد معانا هناء من محمد اسكندريه. محمد في المسلسل معانا هناء من اسكندريه. ماشي هناء من اسكندريه. صباح الفل عليك يا هناء. صباح الخير يا اسماء. صباح الخير عليك. ازيك يا هناء؟ اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. شفتي يا هناء يرضيك اللي عليش عامله فيا ده؟ مش عارفه ده ما عندوش اي ثقافه خالص، مش عارف عارف تقاليد، مش عارف عيلة الدغري. لا اعرفها منين يعني ثانية واحدة، انا المفروض اعرفها منين؟ يعني المفروض اكون واخد ماجستير في عيلة الدغري؟ لا لا انا بهزر معاك. لا بس دي حاجات اصل يعني انا كمان بهزر معاه والله العظيم يعني حاجات قديمة شوية. يعني انا مستغربة اسماء ما تقول اسامي حاجات جميلة يعني. ربنا يخليكي والله من مواليد انهي فترة؟ منورين وانا مبسوطة ان انا بكلمك والله انا بحبك. وانا كمان صباح الفل عليكي يا هناء. ربنا يخليكي يا رب. صباح الفل والجمال عليكي يا هناء. صباح الجمال عليكي يا اسماء والله. يعني انا بحبك وبحب اتفرج عليكي وانتي منورانا والله. ربنا يخليكي والله. انا مش عارفه اتكلم اول مره اتكلم في التلفزيون بس عشان انا بحبك. ده انتي منورانا وكلمينا بقى دايما على طول. ربنا يخليكي. صباح الفل عليكي يا مدام هاني. ربنا يخليكي يا رب. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. مين يعرف هي من انهي مرحله عمريه بس مش مهم يعني. إيه على فكره انا برضو فكره التاريخي الاهتمام بالجزء التاريخي التوثيقي ده انا في رايي ان هو ملوش دعوه بالمرحله العمريه. اللي هو ايه؟ لان مثلا انت ممكن تجيب اطفال مثلا بيعملوا ابحاث على حاجات. احنا لحد دلوقتي بنعمل ابحاث على 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 تاريخ الفراعنه والاثار من 7000 سنه. لا طبعا
دي حاجه صح 100% مليون في المية يعني صح ان احنا نقعد ندرس في تاريخ دلوقتي. علي حسين بيطلع عليا اشعه ارجوك خالد دافع عليا بيقول لي ما تحاوليش تاثري على الناس وغطي على سن الحقيقه. اوكي يا علي خلاص انا مواليد 1950. لا هي ممكن تكون اتفرجت على اعداد فعلا بس انا من وانا طفل صغير انا عندي مشغوليات انا مش فاضي اتفرج على اعداد. انا كنت فاضيه يعني ما عنديش الوقت ان انا اقعد اتفرج على اعاده مسلسل كان في الستينات. لا ولو في الخمسينات كمان حاجات يعني ماشي يا ستي بس ما فيش يعني ما فيش. طب انت عارف انه كان في برنامج بيتعرض زمان في التلفزيون اسمه ابيض واسود؟ برنامج ابيض واسود لا كان بيعرض كل الحاجات اللي هي الابيض واسود. لا يعني ممكن اكون ما هو انا في الوقت ده كنت صغير قوي ما كنتش فاضيلك لا فمستحيل يعني كنت برضع ساعتها. بص هو ده الفرق ان لا ده قعد كتير يا خالد كتير ما انا قعدت ارضع كتير برضه انا قعدت فتره خدت وقت وانا اتفطمت متاخر ما هي القصه ان في حاجات متاخره شويه فاهم كتب هحاول اجيب له حاجه قريبه هاتي لي حاجه من احنا بنلعش الذاكره انا من اول سينما الاطفال ماما ساميه شرابي. طب ما كل ده ماشي ماشي انا يعني انا من الحته دي وانت طالعه وانت طالع طيب مسلسلات بقول لك مسلسل مثلا عم صلاح السعداني اللي هو مسلسل لما كان سماح انور وهي كان بيسرق وخلاها بقت ما بتشوفش فاكره المسلسل ده كان مسلسل كده لطيف انا ده المسلسل ده من بدايات الدراما اللي اتفرجت عليها المال والبنون هوانم جاردن سيتي عباس الضو بيقول لا طبعا وهيفضل على طول عباس الضو بيقول لا يعني انا دي كانت يعني الفنان احمد عبد العزيز ده صورته عندي متعلقه. طب شفت علي الزيبق؟ علي الزيبق طبعا علي الزيبق. طب اهو شفت اهو ماشي طلعت اتفرجت اهو ماشي ما هو دي الفتره بقى اللي انا بدات فيها ما انا عارفه يا عم انت عايز ايه يا علي؟ انا يا جماعه علي حسان انا مواليد 1950 عايز حاجه؟ لا طبعا طالما ربنا مديك الصحه امان يعني انا كده واحده عندي 66 سنه ايه المشكله يعني؟ ربنا يديك الصحه. على فكره ال- ال- الجمال بتاع السن ده كل سن وليه جماله انت عارفه وكل ما تستمتع بال بال ايه قول؟ لا يعني انا قبل كده كان معايا الفنانه فيفي عبده قالت لي جمله انا عمري ما هنساها قالت لك صبح عليها بس الاول صباح الفل طبعا يعني صباح الفل مدام فيفي عليك صباح الفل وخمسه الله وخمسه ونيو وخمسه ايوه بقى ويلا قالت لك البني ادم انا سمعت الحلقه عنده ثلاث اعمار العمر الحقيقي بتاعه والعمر اللي الناس بتشوفه بيه والعمر اللي هو شايف نفسه بيه العمر الحقيقي بتاعه والعمر الناس اللي بتشوفه بيه العمر اللي هو شايف نفسه بيه العمر اللي هو شايف نفسه بيه مهم جدا ان انت دايما تهتمي بالعمر اللي انت شايفه نفسك بيه. اسكندريه منوره ده مهم جدا. ناخد منى من اسكندريه يلا بينا من منى. يا منى الو صباح الفل. صباح الخير. عامله ايه؟ صباح الفل يا منى. عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك يا منى؟ اخباركم ايه؟ الحمد لله. وازاي العيال؟ الحمد لله احنا كويسين الحمد لله ربنا يخليك. احنا كويسين الحمد لله. انت طيبه يا منى ربنا يخليك. جبتوا حلاوه المولد ولا لسه يا منى؟ لا جبناها وخلصناها. ايوه بقى كده صحه وعافيه. صباح الفل. صباح العافيه. انت عامل ايه؟ الحمد لله. وانت عامله ايه؟ كله زي بتاع زمان القط الاسود. ايوه القط الاسود. القط الاسود انا فاكره. القط الاسود ايوه. اشمعنى القط الاسود اللي انت فاكره باقيين ناس؟ علشان انا كنت يعني قعدت اقرا عن القط الاسود. صرفي بقى معايا. مش القط الاسود ده كان الفنان توفيق الدقن؟ ايوه ايوه صح القط الاسود فاكره. طب فاكره يا منى الحلقه الاخيره؟ طبعا انا كنت بخاف منها الاخيره يعني الصراحه. ايوه افتكر الحلقه الاخيره انت اكبر من اسماء اكيد يا منى صح؟ ايه اكبر من اسماء منى قولي له انا من مواليد 1920. ما حد ملوش دعوه بالموضوع ملوش دعوه بالسن ده ثقافه يا جماعه. 1910 كمان اهو. أيوة. ربنا يديك الصحه منى ربنا يديك الصحه جدع منى. ايوه انا بحب الستات شجعوني. صباح الفل عليك يا منى. صباح الفل. انا بحب البرامج بتاع زمان جدا والافلام القديمه وكل حاجه البرامج القديمه دي. ايوه منى عايزين ده يرجع تاني وعايزين المسؤولين عن السينما والاعلام. ايه رايك؟ الله الله اختار لك ده البرنامج. لا فاكره ماجايفر السهره. فاكره ماجايفر تاكسي السهره. وتاكسي السهره تيري تيري ري تاكسي. ايوه كده ايوه كده. طب اختارنا لك كان بيجي يوم ايه؟ اختارنا لك كان بيجي يوم ايه؟ الاربعاء. ايوه ماشي. وفكر ثواني واكسب ده كان بيجي يوم ايه؟ خميس مع ماما نجوى طبعا. مصبح عليها صباح الفل مدام نجوى ابراهيم. برافو عليكي والله العظيم. صباحك صباح الفل يا منى. بص 100 100 يعني انت عارفه ده الفرق ما بين. بشكرك يا منى صباح الفل عليكي. ستات المصريين يا جماعه ذاكره هم يحتفظوا كده بكل حاجه ليها علاقه بالتراث طبعا لان هي في مرحله الطفوله بتاعتهم. يعني انا جدتي ربنا يديها العمر والصحه بصبح عليك يا تيتا صباح الفل. انا جدتي لحد النهارده شايله الباجور بتاع الجاز اللي كان في جهازها ما شاء الله وما زالت حريصه انها تستعمله
بالهون احنا تقريبا عيله بتحب التراث الحاجات. لا بس هي الحاجات القديمه بتبقى قيمه وقيمتها في إن وانا كنت سعيده جدا بتجربه بتجربه الباجور ده. الباجور ده طبعا انا عندي هون لغايه النهارده. انا عندي هون لا انا عندي هون ورث وكده من جدتي على فكره يا علي. عندي هون ما عنديش منع. كنت تيتا اسماء وماما اسماء وطنط اسماء وكل حاجه. اوعى تحاول اوعى تحاول. طيب عموما بعد الفاصل باذن الله هيبقى معانا فقره مهمه جدا. احنا وعدناكم ان دايما اي حاجه كده مضايقانا الايام دي السلع التموينيه. وزاره التموين كل مره احنا قلنا بقى المره دي هننقل على الجمعيات الاستهلاكيه. وزاره التموين بتقول انه سلع التموين يا خالد موجوده في الجمعيات الاستهلاكيه. قريت خبر انا بالشكل ده. قريت وانها موجوده ومتوفره ونازل الحاجات المدعمه. بس لما تيجي تنزل على ارض الواقع تلاقي الناس بتشتكي. الناس بتشتكي عشان كده يا جماعه مع الفقره الجايه اي حد عنده نقص في اي سلعه في اي جمعيه لو سمحتوا من فضلكم عايزين نبلغ عنها وتكلمونا. قد يكون الجمعيه في لخبطه في حصتها. قد يكون الموظف اللي هناك متراخي. قد يكون في فساد. وارد طبعا ممكن يكون فساد من موظف صغير جدا هو ده السبب للمشكله الكبيره بالظبط كده. بس احنا لو عرفنا عشان كده عايزين نعرف فين الاماكن اللي فيها ازمه في السلع التموينيه مع ان وزاره التموين ضخت سلع تموينيه كبيره جدا عند بقالات يعني بقالين التموين عفوا وفي الجمعيات الاستهلاكيه وجمعيتي مين لسه مناطق بتنزل يقول لك مفيش مفيش دي بتعمل ازمه عند الناس. لا هو السكر ده مليان حكايات وروايات يعني. ده في اساطير السكر بقى معمول للنبي ما احنا اتكلمنا قبل كده. يعني انا مش هتكلم عشان الناس قعدت تقول لك لا. وطبعا مع ان على فكره في ناس كتير جدا قالت تشتري حلاوه المولد بالاسعار اللي موجوده دي بس الاسعار والله مش غاليه اوفر كده. هو بس الناس بتقعد تهول. لا بص عايز اقول لك يعني في حاجات منطقيه. أنا مش لازم اشتري 600 جنيه. انا متفقه معاك. انا متفقه معاك جدا 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 ان اسعار حلاوه المولد فيها تفاوت. احنا جالنا هديه في رخيص وفي غالي. علبه حلاوه مولد حلوه جدا ومليانه كل حاجه وزي الفل و100 100 ومن واحد من الاهم المحلات اللي موجوده دلوقتي. ممكن ما يكونش رقم واحد يعني بس واحد من المحلات الموجوده ب 55 جنيه. ايوه يعني مش لازم اشتريها ب 1000 جنيه. بص يا خالد انت عارف اللي حصل ايه؟ اللي حصل اجيب لك يا باشا والله انه عزيز. الناس ابتدت تصور اسعار العلب اللي هي مثلا 600 و700 و دي اللي هي بتروح بيسموها ايه؟ جيف اوي هديه. لا اللي بتروح لمثلا اتنين مخطوبين ولا حاجه موسم. ده الموسم بقى الموسم. ما بلاها موسم اللي هو بقى لازم اعملها. لا يعني بص اصل موضوع المواسم. لا بس ده بس لازم برضه. استنى بس يا داغر انت تعرف يعني المواسم يا خالد؟ المواسم المولد النبي مرتبطه بالاكل. مش معقوله يا خالد كل موسم عندنا. احنا عندنا موسم عاشور ورجب ومولد النبي والرنجة وطلعت شعبان ونص شعبان وما زال لحد دلوقتي ودي هنعمل لها حلقه ثانيه. في قرى مصر وفي صعيد مصر لازم اللي خاطب واحده يروح يودي الموسم فده خراب بيوت. دي ميزانيه ثانيه صح صح. ويودي بطتين. بس انا عايز اقول على حاجه بس مهمه جدا إيه؟ يعني لا اتبسط يعني. فكره ان حلاوه المولد وغاليه وبتاع. لا اتبسط يا عم هات لك علبه من 55 جنيه وابسط العيال وابسط الناس وبتاع. مش لازم علبه يعني. مش لازم علبه. في المحلات السوبر ماركت بيباع فرداني كده يا ستي. ياخد قرض ب 55 جنيه ويجيب واحد. مش قصه يا ستي. اسمع بس هشرح لك انا. دي هي مره في السنه. ده احنا قلنا ما تتدخلش. حتى حلاوه المولد هتحرموها منها. حرام عليكم. احنا قلنا ما تتدخلش في ميزانيه البيت. لو سمحت قلنا ما تتدخلش في ميزانيه البيت. ايوه ماشي بس اخد بتبوظ الميزانيه. اكل حلاوه المولد. لو سمحت من فضلك يا خالد. ولا الفندام يا دير. هنشتري فرداني. ماشي. مش لازم نجيب علبه لانه انت لما بتجيب علبه مشكله في حاجات انت بتحبها وحاجات لا صح؟ يعني ما او ده غير بيقول لك الملبن ما بحبوش. بتشكلي حاجه خلاص ما تشتريش. ما انت خلاص وفر الملبن بقى. ماشي. انت بيحب الفوليه. اوكي. خلاص اشتري واحده فوليه. اشتري كده بالواحده. ماشي مش ضدك بس المهم ان في الاخر لا اتبسط يعني. خلاص يا جماعه والله العظيم هاتوا خالد حلاوه المود. هات حلاوه المود. هات كميه قليله جدا جدا بس هات علشان تبقى اسمك جبت حلاوه المود علشان ما نبقاش ايه قطعنا العاده بتاعتنا دي عاده برضو في الاخر. طب عندكم نقص سلع تموينيه؟ عندنا احنا؟ لا بص انا الحمد لله نزلت اشتريت حاجه وما لقيتش. انا السكر قبل كده ما لقيتوش بس السكر. اتصرفت يعني انا كنت في مول اتصرفت ازاي؟ الكبيره خدت من ماما. خدت من ماما؟
بس ما اشتريتش من بره. طنط كانت عندها يعني. كان عندها زياده بس اصل انا بستخدم انا مثلا بس انا بتكلم على حاله شخصيه دي مش هتحصل عند حد. انا بستخدم مثلا كيس سكر كل شهرين. ايوه وانا زيك. فده مش بستخدم سكر في البيت بالظبط. ما هو مش كل الناس كده يعني. انا جوزي الحمد لله موفر ما بشربش حاجه بسكر. لا انا بشرب بس معلقه ونص. وانا برضو معلقه بس. لا بس في ناس استهلاكها بس جينا عملنا كريم كراميل فرط سكر جامد. احنا ما ناكلش كريم كراميل. لا كريم كراميل ده بيبقى جامد. ومن كام يوم بقى عملت كيكه بالسيليكون. كيك السيليكون هبقول لك انا وصفه لطيفه للكيك عشان ما تستخدمش الحاجات بتاعه الاسبراي الرش دي. بعد الفاصل هنتكلم في التموين وتعالوا نتفرج كده على حاجه واحنا طالعين للفاصل ونرجع لكم مره تانية ونشوف ايه اللي ناقص عندنا من التموين.